اوكي، باقي الزر بغلط ما ضغطته. اول شي ضغطت ستارت فيرجوال كاميرا، بعدين ضغطت ستارت ريكوردينج، and finally it's working. مرحبا بكم جددا بالبسكوت الازرق مفجر العينين. This is taking a little bit too long. بالشخصيات المفضلة في يوغيو، مش هالدمية الغبية دي اللي شرعها لأخوي. Like actually I hate this cartoonish blue eyes, ولكن oh well. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جددا في جيم زنقة 11 وانتقاد الألعاب. أعتذر مجددا إذا انتقادي ما هو طويل، إذا انتقادي مش دقيق، إذا انتقادي ما في معلومات كثيرة، ولكن قاعد أحاول على السريع أجرب الألعاب، وإن شاء الله ردة فعلي تكون كافية. أو بوي، مكتوب هنا في 35 لعبة يا خوفي، يا الصفحة لأني أنا مشغلينهم دول أول يوم أول ما رفع الجيمز، يا الصفحة ما معمول لي أبديت ولا فيها ألعاب رفعت. ف على كل حال ما نطول مقدمات طويلة، إن شاء الله بحاول بعدين أعمل فيديو، أعمل إيديتينج، أكتب نصايح بدل ما أحط عشوائية زي كده. بس خلينا نجرب الجيمز. أول واحدة The Fourth Door، أول واحدة رقم 25 أو 24، انعملت by Dark Knight Dad. أوكي، Dark Knight Dad، Darth Vader number 77 XX. The Fourth Door، والله الاسم نفسه is very interesting. The Fourth Door، الباب الرابع. فكرة اللعبة كلها تروح وجاء المرحلة الأولى هي الأخيرة والعكس. Never seen this before. أنا أنشأت غالبية الرسومات والموسيقى. نعم مصادر خارجية لا، فالشغل كله unique. Very interesting. Let's take a look على The Fourth Door by The Dark Knight Light. Dad, Virgil Boy. Fourth Door. من اي انجينيتر او جيم ميكر. اوكي، متأكد الديزاين من عندك لان شفت سفن واجه زي كده، بس احتمال من عندك. انا بصيت اخر رسومات من الناس رسم فوقها مؤخرا، بس لان التوتور كله طار. خليني اعيد الجيم. They shoot our keys. Move Alt F4. Exit. This is not a good way to exit. I can do it. I can really do it. I can finally reach my Alpha Centauri. My home. Alpha Centauri. Oh no! I'm running low on fuel. It seems that this is the end. Maybe I'm never destined to reach the Orc Star Certain. Weird Jim. You were out of fuel and I saved you. You can try one of my challenges. Or you can go back to Orc System Portal and die. يمكن ما أموت. ترى السبيس للفضاء القوانين حقه شوي مختلفة، التسارع والاحتكاك والبطيخ. Run out of fuel, I don't know. Anyway, مو الجميع عنده خلفية في الساينت، وأنا ما عندي خلفية عالية بعد فما أقدر أفتي كثير. بس ما أعتقد الفيول يطلع أنت في الفضاء عندك فيول فجأة ينفد كذا، الشغلة ما هي بهالطريقة دي. Shoot our keys, move L to 4 exit. Okay. Wait. أنا مش شالنج، أنا عودنا البداية. No problem. شوي تعبان ف سوري اذا ما بقدر اتكلم كثير. اختيار الالوان الرصاص والخلفيه موفق، لاني يمديني ان
احس ان وين الرصاص وين، مع ان في نجوم كبيره بعض الحين احس ان رصاصه جايه، بس ستيل يعني you are not fueled. Try again. Everyone loves timed game. يعني كل واحد يحب، جميع يحب العاب اللي فيها وقت تجبرك انه لازم تخلص الامور في وقت معين. يعني شيء anyway. اوكي الاعداء تكون فيول. دكانت بلعبة اتاري قديمة تلعب طيارة عليك تجمع الفيول، فيول تقدر تكسب الغلط and you run out of fuel again. What's wrong with this game? اوكي okay. اوكي okay. اي الفيول مرة ما يزيد. This is really not fun. افضل اني اسقع الطيارة على الندى. اوه فادني الفيول. اوكي امشي اوصل نايم، مين مشكلة اسكحهم. غريبة لعبة شمامبو فيها تايم ليميت. You have completed the boss challenge. خليني احزر لو اسكح هذه النجمة الحين بيرجعني للبوس شالنج صح؟ I hate you. ما اقدر ارجع اروس. This is not a good design. This is not a good design. فاحنا اوريدي خلصنا الشالنج، بس انا كنت بختبر الكلام لو اسكحها من جديد، ما نام من الدور الاول يمديك لعبها من جديد. لما انهي الموقف بنتكلم عن الجيم، بس حاليا دماغي مره مجيم لدرجه ما قاعد اتكلم والعب. اعتذر لذلك، بس ابي اخلص الجيمز واني الفيديو عشان ابدا اشتغل عليه ومرفعهم على اليوتيوب عشان اقدر ابدا اشتغل على الشغل المفروض اشتغله اليوم. بس هذا بعد جزء من الشغل، صحيح ما له علاقه بالشغل الثاني، بس يعني نحاول نرفع قناه يوتيوب من 2016 ما 2015. فخلينا نروح على اليسار نشوف الشالنج الجديد. مية رصاصة دي. اوكي هالمرة الفيول ممكن تشوف يطير في الهواء. اوكي رصاصة محار اكثر لان ال او لان البوس رصاصة انا كده اتجاوزه بسهولة. هنا قاعد اتعامل معاهم زي ما قاعد اتعامل مع الطيارات اللي قبلها، ابي اسكحهم بس عشان اجمع الفيول. بس هالمرة ما عادي اصلا الا الاعداء يعطون فيول بعد، بس احس ان الفيول حقهم اعلى من دول اللي قبله. او يمكن تيالي من قبل بعض الاحيان تاخذ الفيول تحس انه ما قاعد يزيد. هاي اوكي
اي اه كمان لو صبرت شوي جمعت فيول بدل ما جمع رصاص كان فيست بس صرت اجمع رصاص بكثرة. فيول يا ناس نبي فيول فيول مش كده سقع الرصاص حقهم اخس من سقع السفينة على والله يا اعتقد لا اوكي لا بخلص الفيول وانا قاعد اتفرج. Thank you, Lord. You don't follow it. Oh, come on. I'll be on here a little video. Okay, what's the idea on the game? Let's see. أول شي خليني أوقف التايمر، ثاني شي خليني أطفي اللعبة. إيت، أوكي. بشكل عام، The Fourth Door، very nice game. الاسم شوي sci-fi، I love that. اللعبة من نوع طيارات، الألعاب الطيارات ما عليها عصر غريب. العاب الطيارات موجودة على الله حتى في الثمانينات اللهم معظم اللي في الثمانينات كان اختبار يعني مختلفة شوي كل عصر يختلفون يعني فيها بس كشودم اب اتوقع اكثر شيء طلع شيء في التسعينات في الثمانينات كانت اكثرها في السبيس شودينج anyway العاب الشودينج في التسعينات الشودم اب كان يسموهم شوترز ما أعتقد كان لهم اسم ثاني بعدين الألعاب اليابانية شوي غير كان يسمون بولت هيلز والأسلوبين مختلفين تماما هذه اللعبة في لا هي بطيئة كفاية تحسها كانها قديمة ولا هي جديدة كفاية فما أدري تحطها في النص بس مو هنا المشكلة عمل ألعاب طيارات شيء متعب أنا حاولت ألعب عمل لعبة طيارات تخليها شيء مسلي ومراحل وده شيء متعة أنا جربت شيء بنفسي يعني حاولت أعمل أداء أرضيين حاولت أعمل خلفيات تتحرك مش شيء ثابت عشان تجدد على اللاعب لان لو تعمل شيء لوب وثابت كل الواحد بس هذا اللي يشتغل على اللعبة انا عندك اسمه ادعني انسى الاسماء بسرعة دارك نايت داد يعني عمل موفق على عمل الخلفية ان تكون دايناميك وبالكود وجميل شكلها انا كنت ما اعرف اعمل شيدنج زي كذا في ذيك الفترة في ايام كنت اعمل الجيمز فالرسومات موفق فيها جدا الستوري سيمز نايس هي مي لعبة ساي فايت سا فيديو جيم مي مشكلة ان تكون الامور شوي غريبة العاب الاتاري ما كان حيستجوب ليش الدجاجة تقطع الطريق او ليش طيارة حربية تنفذ الوقود في اقل من 10 ثواني this is not the issue يعني اذا بتكون كريتك في موضوع تكون كريتك اذا كان قصة جادة اما العاب ميكانيك مي مشكلة ان تكون تعمل شيء ما واقعي ويكون جيم ميكانيك شيء اوكي ده مشاكل بسيطة جدا لمسات بسيطة تكون اللعبة واجد افضل يعني مثلا لما تضغط يمين وتضغط يسار نفس الوقت الطيارة تعلق مكانها ما تاخذ اخر اتجاه فهذه بلا يعني اذا تبي تعدل اللعبة هذه تقدر تحاول تعدلها ما في باورز اب ما في تنويع ما في انواع اسلحة ما في بومز هذه ممكن تعملها كإضافات لما تبدأ تعمل التطوير للعبة
ال HP power fuel bar تقدر تمشي فيه، وهذا الشيء مزعج دام الطيارة شوفه تحت البيانات تبع اليوزر انترفيس او فوق البيانات. فهاي لو تحاول تفصلهم عشان بحيث ان اللاعب يقدر يشوف كم الفيول عنده، بس بنفس الوقت ما تطيع الطيارة في النص. That will be wonderful. ليش انا ذكرت السالب القديم ولا السالب الجديد؟ لان معظم الالعاب الفرس من الشوتر بجابه، معظم العاب الشوتر القديمة او الشماب اللي يسموه الايام دي، الطائرات يكون لها باترن معين، الاعداء لهم باترن معين، فلذلك تقدر تعمل استراتيجيه كيف تجاوزه، واللعبه تكون كلها مبنيه على المهاره. هنا شفت السفن قاعده تطلق كانها تجي على اتجاهي، بس مو كان اتجاهي، ما حسيت انه في الباترن ثابت. ومي مشكله يعني الالعاب البلوت هيل السفينه تكون واجد اصغر بس فيها عشوائية أكثر يعني، فمي مشكلة. فهذه ما في رصاص واجد، بس سفينة كبيرة بس ما فيها باترن محدد، ما حسيت إنه ذاك الباترن يعني. بس ما أقدر أحكم على الكلام ده لأن لعبة الطائرات حقي الشغال على ويندوز 98 wasn't good. This one is much better. وهذه العملت 3 أيام، ما العملت في أسبوع. So very good job. كيف توصل اللعبة؟ هذا الشيء يرجع للمصمم بقين، فكت إن الألغاز وعدة مراحل وكريستال وغموض. I love it. Fourth dimension, fourth door, something is going on. اتمنيت لو ما هو الفيول شيء ثاني، بس again كجيم ميكانيك كسبب مي مشكلة. اتمنيت لو شغلة تتدخل بالدايمنشن وراب درايفز او تعالى نتابع ستاتر كثير. ف يعني اتمنيت لو شغلة more technical، بس مي مشكلة. المشكلة ما تقدر تعرف وين الدور، تقدر ترجع للدور الأول كاتسين وتقدر تدخل بالغلط. لما تخلص الدور ليش ما تخلي مثلا البوابة والراب لونه مختلف مثلا، أو في قائمة تقدر لما تدور دخلت بالغلط تضغط escape exit وتقدر ترجع للمين مينيو تختار الدور الغاص مختلف. فينبالدي شوي شغل تحسين الوضع، لأن شيء مزعج. أنا دخلت البوس خلصته ودخلت من جديد، ما أبي أدخل البوس، أبي ألعب دور ثاني. المفروض أعطي اللاعب فرصة إنه يقدر يطلع للمين منيو أو يطلع للمكان للغاز الهب ويجرب دور ثاني. لما يخلص الدور المفروض يعرف إن هذا الدور خلصته، أو علامة إن هذا الدور تحدي البوسز، هذا الدور تحدي الرصاص، هذا الدور تحدي كده أرقام something تعطي دليل إنه وش البوابات دي. الكاسين ما تقطعها ما هو مشكلة، يعني في ناس يعتبروها أكبر كبيرة. أنا تعودت على الألعاب القديمة الكاسين ما تقدر تقطعها. في شيء جاب أقوله نسيت. في نقطة مهمة جابت كرة غير النقاط دي كلها ونسيتها تماما. التحكم items powers up الغاز خلفيات أشياء واجد ذكرت. الباترن الطائرات بعضهم لهم باتن محدد، بعضهم يطلقون رصاص بشكل محدد، بعضهم عندهم مسار ثابت. فالعب العب طيارة ثانية وشوف كيف يعملون الحركات الجديدة. والله في شيء جابت كرو نسيته. القصة دكات هم راجد، فلما تذكر بذكر في التعليق ان شاء الله، واذا بتذكروني ذكروني كويس. فنكست جيم، بس جيم اوفرول اي لاف ات. I can't say I love it, but how to put it? It's nice. It's a very nice game. It's a very nice game. في potential. I love it. يعني كنا حتى إني بلعبها في أي وقت. بس خلينا ما نجامل كثير يعني. لو شغلة من جديد بلعبها بخلصها. Love it, love it. كنا تقول 9 out of 10. هذه تقريبا 7.5 out of 10 يعني. Anyway, لا نفشل واحنا اكثر من كده. Next game. خطة البداية وخط النهاية. الاسم ده ما مر عليه قبل. So original. من حسان 1426. ما احنا في الهجري وصلنا بالاربعين. You are unable. نهاية هي البداية. مثل خط بداية السباقي نهايته. المنظمين. ما ينبالي انا احط ملاحظاتي للمنظمين. يا منظمين حاولوا تحفزوا المشتركين ان يبدعوا. الخطأ منهم، مو خطأ من اللي اختاروا الثيم ونفس الثيم، جميع اللي سووا نفس اللعبة نفس الثيم تقريبا يعني. 50% ابدعوا، 50% نفس الفكرة بالضبط، ان النهاية موجودة في البداية. فا I don't know. خط البداية وخط النهاية. اعتقد نزلت الجيم. Let's give it a try. Speed for need.
اوكي. اوه لعبة سباق. اوكي. انا اشغل التايمر. كيف تحكم؟ اوه كيني، كيني مشهور للاسيتس بعالم الفري اسيتس الالعاب ال 2D. اوه بوي. اوه انا اول شي سويت تقييم للعبة كاملة، ما حد قال لي اني ما غيرت الكاميرا. تيللي تيللي ينبلى عيد الستريم. 20 دقيقة قاعد اهبد على لعبة والكاميرا ما غيرت السين وما حد قال لي. اوه بوي. خطأ تقني تم. بعيد الستريم بعد 5 دقايق. اصبروا معي شوي شوي مبهدل. انزين طلع انا الكاميرا انا غيرتها بس انا وجهي. اوكي الحين اونلاين. بليز تيل مي ام اونلاين. يا ام لايف ناو. سوري اباوت ذات. طلع الكاميرا ما هو غلطان وبالغلط قفلت كل الجيمز. سوري اباوت ذا، سوري اباوت ذا. ينبالي انزل فيديوين اجمعهم وارفعهم من جديد. والله عفسه. لعبة خط البداية هو خط النهاية او خط النهاية وخط البداية. هي كان خط بداية ونهاية ارتفاع ضغطي. احتمال اللعبة فقط تشتغل على الجويستيك، فخلينا نشغل السكريبتر عشان شغل البلاي ستيشن 3 بالقوة الكنترولر، لاني ما عرفت اشغل التحكم وبالغلط قفلت كل الويندوز 7 البراوزر وانعفس كل شيء. الحين انا استريم ولا ما استريم؟ اوه بوي. خليني ما اتصفح في ديسكورد لان انا جاي بقول نيم ترى بالغلط عملت قفلت الستريم. سوري اباوت ذات. كان في مشاهدين وانا وجهي قفلت الستريم لانه حسيت انه في خلل في الستريم. اوه جاد. المهم خلينا اشغل سبيد فور نيد لان نيد سبيد. اوكي الكيبورد ما يشتغل، الجويستيك مو شغاله، حرف الايه في المقدمه. اند اي هيت ماي لايف. خليني اشوف التحكم الصفحة او ريليسز. anybody انا اشوف الكومنت. ما حد علق كيف التحكم، يعني الجميع لعبوا اللعبة والتحكم حقهم اوكي الا انا ما اعرف كيف اتحكم. يمكن باللمس الشاشة. مجددا اعتذر للي انا فكرت عملت الفيديو بالكامل غلط وما قلبت الكاميرا لان بعض الاحيان اسويها وانه ما حد نبهني. الحين بلا شيء كل شيء من جديد لان الكارثة ده التويتش. يمكن لا الستريم طفى، يمكن المقفون طفى، يمكن الكاميرا طفت. لازم كل دقيقة ونص تشيك ولا كل تسجيلك 3 ساعات كله يطير. يمكن الكيبورد عربي او انجليزي او بطيخ. يمكن اضغط على A واضغط على الماوس A. صبرك رضاك.
تبروك رضاك. إذا أحد يشاهدني الحين ويعرف كيف يتحكم في الجيم ده لا يبخل. جربنا الجويستيك، جربنا الشيء الوحيد اللي ما جاء المشكلة لعب على الويندوز. نو دايس نو دايس نو دايس نو دايس. كان عندي يونيتي بس ما اعرف استخدمه اصلا. قد بلعب فيه بحاول اشوف احاول نتعلم عليه بس ما جت لي اي رغبة. I'm sorry, no idea how to play the game. I'll run it third time. When I'm still at that's it, I'm leaving. Fog, W, Shift and W, Z, X, A, Start, 1, Enter. No, nothing. لا تعليمات. لا وصف الجيم. Nothing. I'm sorry. I can't play the game. إذا كان اللعبة عبارة عن صورة فالتقييم الحقي عبارة عن كلمة. Do better. I don't know. Sorry. I can't play it. I don't know what's wrong. So next game. Jesus. What comes after. إذا عندك تعليق لعمل اللعبة دنار ديف أو حسان 1426 let me know. Because I'm an idiot. I don't know how to play games. Next game by عثمان صديق. صحيح صديف صديح by Athman. What comes after? You are unable to read this project. I know. نهاية الحياة الضحايا هي بداية عملك. Okay. City tiles. Yes. خلينا نشوف إذا في صفحة للجيم. اسم الجيم من Athman. What comes after? منزل لعبة اسمها لايف لوب. ف لا ما لي ما 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 لي تنزيل. لا لي تنزيل خلينا ننزلها. والله شيء مزعج ان اول فيديو قطعته واول لعبة يعني قيمتها على جنب وما بدي ادخلها في الايديتور واجمعهم. اوكي ممكن تشغل الجيم. Thank you. Alright. Labor Kerbok. الكوميونيتي ده للموضوع كله مش للجيم. يا الله اوكي اعصابي كلها بتبخ بعد شوي. اوكي اهدأ. كيف شغل اللعبه دي؟ نزل الملف ما اشتغلت. The developer has not downloaded a game yet.
عرفت الملف. كمان ما قدر يرفعها. Another game I cannot run. Sorry about that. Next game. Tetris Jump. Yasser Jafal. Oh, Jafal? Let's take a look. When a game ends, another start. Okay. قصة حياتي. Let's take a look. ترى انا صوت الجيم بالغلط كامل مطفلنا، بس اخر جيم انا اختبرتها ما في اصوات بعد. Use arrows and space. If you get stuck, press enter. When a game ends, another starts. تقول سبيس مفروض اعرس مو انتر. كيف اقل وات دو يو سي وات ام اي سيينج؟ وش صاير هنا؟ This is not Tetris. Okay. Get down there. Empty door. بس لا تجيب العيد. يعني حرر الجيم بوي ولعب دوك بلاتفورم. اوكي انترستنج. في طريقة تقلب التترس؟ اوكي سويس. اسمه دائما. اذا كنت قريب من الحافة ما يمديك، لان ما قدر يبرمجها بطريقة انه ما تجيب العيد لتجاوز الاخطاء. عمل انه ما يمديك تعمل سبيس اذا تقلب التترس اذا كنت قريب جدا من القطع او قريب جدا من الحافة فقط. اوكي خلاص نو بروبلم. معظم العاب تترس لما تضغط تحت القطعة تنزل بسرعة خيالية. This one it takes forever. اتوقع this is enough بس للاحتياط. النط الحق ما توقعته اطول من كذا. ما قدرت اقلبها. نو بروبلم. اصبر. نصبر. نصبر. اه. يعني يمدينا نغش شوي. استخدام الحرطقة الجوية. افا. جاي بعلق على جنب. كأن القطع صايرة تمشي اسرع الحين او يتهيألي. كمان حرطقة جوية. لا بتشتغل معي. جبت العيد ترى. اوكي. فيها تفكير شوي. جود. جود. جبت الام العياد كلها الحين. كنت بعبرها في الفتحة. اوكي.
جيب العيد من جديد كمان. زين that seems enough. Let's see. يمكن بس لو أحط هذا هنا. اوكي فجأة نطنطة صاروخية. اوكي في طريقتين احلها، اما اجيب فتحة من جبل من فوق كده، او اني اجيب العيد واسد الطريق زي كده، او اني احاول ابني جسر معكوس من الجهة دي. فخليني اعيد الدور اسهل. بناء جسر معكوس بيكون شوي اصعب، خصوصا الحركة التترس شوي بطيئين. بس ممكن مو مستحيل. لو القطعة مناسبة بتكون too slow. ايوه ينوات، خلينا نجرب. اخر مرة جبت نقصة صاروخية ما ادري كيف، خلينا نجرب نسويها من جديد. لا تحاول، just عيد الدور. عيد الدور، قاعد تضيع وقت المشاهدين. Let's try this. يا الله كيف القطعة صارت سريعة فجأة كذا. كمان عسى على راحتي من القطع. زين زين، او بيرفكت بيرفكت نوت بيرفكت. نو بروبلم. You know what, screw this. I'm gonna sell that for real. على الأقل أكثر من لعبة ما اشتغلت، ف من المفروض اللعبة طفيتها من زمان، بس ما بقيت ألعب واجد فأقدر أستعب. أوه بوي، آخر محاولة، آخر محاولة. صبري لحدود للأسف، لأن قدامي شغل editing على الفيديو الحق اللي قاعد أشتغل عليه after this. سو الوقت مرة متأخر، مش ساعة فني. you blew it. Okay, I can live with that. Oh, this is bad one. أنا أحطه هنا. أحتاج قطعة مستقيمة أحطها بس تحت. I don't think this will work. Actually, it might. بس انطحت. No, ما يمديني. ينبالي عمود مستقيم. خلينا نحاول. المشكلة one mistake and it will be over. Okay. I had enough. Alright. اللعبة مشكلة البيسينج،
المراحل تاخذ الابد الوقت بعض الاحيان، فهذه مشكلتي الوحيده يعني. اللاعب طلق هاي السنه مثل القطعه تنزل. اكبر كارثه في الجيم اشوفها ان التسارع تبع القطعه يبتدي قبل ما القطعه تظهر في الشاشه، فلو تضغط تحت والقطعه بعدها ما تنزل يصير تسارع اعلى. ف this is not a Tetris like يعني. ثانيا القطعه سرعتها طول الوقت ثابت. انا ما لعبت العاب تترس حديثه، بس كل العاب التترس القديمه اللي اعرفها، لان لما تلعبها على الناس ما عندك تضغط A او B عشان تقلبهم. بس معظم التترس في التسعينات اتذكرهم تقدر تقلب التترس لما تضغط فوق، فتصير اسهل انك تضغط فوق تقلبها او تضغط تحت وعلى طول تنزل او تنزل بسرعة خيالية. في شيئين مميزين في التترس. الشيء الاول ان القطع تسارعها يزيد مع الوقت. الشيء الثاني القطعة اللي بالجينكس او عدة القطع اللي بالجينكس يراوك اياها عشان تقدر تبني الاستراتيجية المناسبة. فهذه الشغلات ممكن تكون مفيدة جدا لو تحطها في اللعبة. فاللاعب يمل اذا طول الوقت كل اللي بيسويني يستني متى القطعة تنزل، ولما الاحتكاك ما يجي صح او القطعة قلبها او القطعة احتكت او القطعة صارت في الفيزيكس علقت في النص ينبالي عيد كذا الدوك دولك عايز سنة زي كذا. فهذه مشكلة في البيسينج، كيف تحل هذه انت وابداعك كمصمم. فانا اشوفها ثلاثة اشياء يعني ينقص اللعبة غير المين منيو. طبعا في مين منيو، ما اعتقد لعبة براوزر ما فيها مين منيو. فاربع اشياء: مين منيو، المفروض القطعة يا تظهر في الشاشة او ما تتغير سرعتها لما تكون فجأة كده ان تتغير سرعتها وتنزل بطيء، بس لما تقص تحت فوق الشاشة فجأة كده تنزل يعني مرة تقتل الاكسبيرمنت هذي. ينبالي شوي تويكينج البيسينج. اللاعب قاعد طول الوقت الميكروفون يا اخي صاير مرة حساس ومرة قريب من فمي. البيسينج ينبالي شوي تعديل، لان الواحد كده يمل انه طول الوقت قاعد يستني وفجأة ينبالي كل شيء وعليه يستني وعليه كل شيء. وهذه بعد اجين الشغله في التصميم، اللي يصممون الالعاب ار تي اس القديمين يواجهون نفس المشكله. وش تقدر تشغل باللاعب ان يعمل من اكتيفيتي في وسط مرحله الاكشن، اكشن بير مينت يسمونه. المشكله دي كم من متوقع من اللاعب انه يفكر ويعمل اكشنز في الدقيقه على حسب نوع اللعبه يعني. يبالغ ما تزيده بزياده وتصير تشتت، ما تقلله بزياده وتصير ممله. واجين الفيتشرز تبع لعبه التترس، لعبه التترس مهما كان بازل كيف اعمل استراتيجيه انا ما ادري وش القطعه النكس اللي بتجي. بس اوفر اول تخلط بلاتفورم على تترس نوت باد نوت باد جود يونيك ايديا ويل دون. تطبيق ثيم، دو وي ايفن توك اباوت ذا ثيم توداي؟ للأسف 50% يطبقون بالثيم و 50% this is not the theme thing. I don't see the theme thing. It's a puzzle Tetris thing. ما أشوف أصلاً ثيم. بس إذا بتعلق على الثيم جميع علقنا على الثيم. Next game. So Death Blocks. أوكي الحمد لله إني انتبهت السين ما قلبته. Death بلوكس مش بلوك بلوكس. عبود 3600 فكه 360 عبودي 3600 ديث بلوكس. كل ما يموت اللاعب النهاية يرجع يلقى مكعب جديد مكان مات. اوكي انا توقعت معظم الالعاب بتكون من النوع ده، بس نوب. خلينا نشوف اللعبة في لها بيج. اللغة متوفرة باللغة العربية والانجليزية، not bad. كل مرة تموت تعيد الحلقة. خمس مراحل. Alright, let's give it a try. عبودي 3600. ما في full screen.
Novel screen. New problem. Oh, pixel art. Alleen gaan we de music schwee. Dan heb ik geen option. Ooh, very, very fast game. مقارنة بالجيم اللي قبلها. شوكري طاعون مي شوكري. إذا أنا طولي هقد والشوكة طولي هقد يعني. والله ذكرني بألعاب الجيم بوي. كأن البلوك كوب تحرك من قبل شوي واللي تيالي. ذكرني بألعاب الجيم بوي الأصليين أنا 16 بكسل 16 باي 16 التايلز. انا شخصيا ما يعجبني الاسلوب ده بس اللي صمموه ب 16 بكسلز عادة يعملوه اشياء رهيبة. جبت العيد ترى انا واجد نقص فجري no problem. And نقص صاج متأخر. Come on really. How to reset R no. وش يصير لو قتلت روحي في مكان ما يمدينا اوصل للعدو من جديد؟ Actually that doesn't make sense. نادي get good bro. Okay. بعد الماوس. في حفرة اوكي. How can I do this? What? اوكي. في اجسام متساقطة. I didn't know. Now I do. You gotta be kidding me. يباني اقيسه وهي في الهواء. Have you lost your mind, lad? Okay. Okay. اتمنى لو في طريقة تعمل ريسيت او ديث. مو لازم. هسه الطريقة انك تروحي في الحفرة. واحاول اقيسه اول ما تطيح. او اعلق على النط. Of course. حتى لو حليت اللغز بموتتين كيف احل اللغز اللي قدام؟ كأني شفت شيء مختلف طايح لونه احمر بس يمكن تهيالي. ليش الكاميرا عندي فيها فلاشينج؟ اوكي. كان عندي ون اب زيادة بعد. شوف دكو مختلف ده. Oh, the I do. Okay, okay, okay. ما جبتها. Okay. واجد سريع. صدقك انت.
Oh, come on. Mind you know, so I don't know. I don't know. قاعد احاول اقيسه قبل ما تطيح. عادي لو الحين في طريقة ريست كان ما لازم اقتل 60 مرة. Almost. اختي واحد 60 مرة. Have you been entertained yet? ايوه بس عندنا مشكلة. ان جبنا العيد. قاعد احاول اني اوصل بموتة واحدة بس. فذا قاعد احاول اقيس في الهواء بس. It seems this is not a good solution. Okay. Maybe it is. ما يمديك توصل له لو تحلم. لو اقدر ادف الحجارة. اوكي. اوكي. اوه كمان. اوكي نسيت ما شغل التايمر. اوكي زين ليش قاعد اسوي كذا ما ادري بس قاعد نحاول. ايوه جاب العيد بالعياد كله. لحظة الحجارة إذا لمستها أموت anyway so ما يمديني أوصل. I don't know أقدر أحاول زيادة بس اللعبة جميلة يونيك بفكرة. يعني أنا شفت أفكار واجد لما تموت بس هذي تطبقها بأسلوبي يعني فما أقدر أقول ناسخ فكرة إلا إذا كان ناسخ فكرة من اللعبة السابقة أو شيء ثاني بس it's unique يعني. التحكم سهل تعود عليه. اقدر احاول اني احل اللغز غصب طيب بس يمبالي محاولات كثيرة. الشيء الوحيد اللي مو عاجبني انه ما يمديني اعمل ريست. بس اجين اكثر مرة اقول الكلام بعدين اكتشف فيه زر معين تعمل ريست فخلينا نقتل روحنا مرة. نضغط ار اف تي اف 1 انتري نوت ذاتس ويرد. فما لو في طريقة انك تضيف ان دايما ريست everything will be beautiful. Other than that it's interesting. ميكانيك بسيطة ولكن actually الميكانيك اعقد من العاب واجد لعبته. بس يعني نفس الميكانيك يستخدم بعدة طرق مختلفة. نفس الميكانيك لعدة تطبيقات. Good job. Good job. Next game. ادروني شوي ذا اخوي اذا عملت جبت العيد في الفيديوهات دي which is possible. اعتذر مجددا يمكن اعمل فيديو تصليح للامور دي. اسامه ديب تفاحه بدر الشجره تفاحه تفاحه اسم اللعبه تفاحه بدر الشجره تفاحه تفاحه بدر الشجره تفاحه تفاحه هنا الشجره لكن قمت تفاحه بس مو تصل النهايه مره اخرى في النهايه البدايه. اوكي صالح عن أسامة. رسومات فريد من نوعها. لو بوليغون فريدي. Interesting.
زوج المسافة أو الماس قم تجميع هذا المطلوب لانتقال الطور الثاني. فأعتقد أن نزلت لي اسمه السايكل من صالح وثام وأسامة. كيف قلت أسامة مع أسامة ضرب واحدة؟ لكنه كنا كرساب بس كني أحس أن الكوردين فشل. الله بس What's going on? Okay. If oh, في double jump. في double jump. No problem. Let's try again. Fill, collect, and. طاع علي اخر كلمة. مخاطر اني اخذ الشمس شمس ونفس الوقت في غراب. اوكي اقل انه صار ثلاث طاطي لا اوكي خاطرت اني اخذته وين انا انا الجذور اوكي that's funny not really but what Give a joke, what? وتأثير الدخان تبع الحشرة نفس تأثير الدخان تبع دل اوكي اوش شوي صار صعب لانه مقلوب and it doesn't make sense at all والمفروض المرحلة الثانية أصعب من المرحلة الأولى بعد. قاعد أفكر في اللعبة السابقة أول شيء لأنه قاعد ما حسيت ما أعطيته نقد زيادة لأنه ما شفت أشياء سيئة واجد في الجيم. أو أشياء جيدة إني أقدر يعني ألمح لها ممكن تكون أفضل. عندي جمهور صامت اليوم no problem احيانا الجمهور الصامت افضل من الجمهور اللي ما يتكلم بس what احيانا الجمهور الصامت افضل من جمهور يبي الانتباه بزيادة او يحاول يعمل فتن يعني انا اقول لك count your blessing اوكي يعني تغير سوى اللعب فجأة Not really. What the? وش الشجرة الملعونة اللي تقابل أمطار ومشاكل وسماد يطيح عليها من فوق. Anyway, calm down. أيوة. ايي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 ي
That was close. لا خلصنا ايوه خلصنا الجيم ب14 من كل شيء ما في امل اخلصه.
خصوصا ما يكون ايتم مع الطائر على طول. ايوه ويل سكوميك نوب. It's really easy to miss the items. Especially when you have items like Kiddo Story. Ayo. Yep. Yep. How did you have done in the arc? Yeah. Really? This will take forever. شوي وقت نفسي. خفت إنه يجي وما أقدر أتجاوزه. Can I have a break? ويجي item ما كان أقدر أخذه. Thank you. بيجي طائر بيجيب لي العيد قريبا. اعطوني فرصة بس. Are you having fun? I am having fun. لدرجة اني ما بتحرك من مكاني. بس اني متى اقدر اخلص الجيم؟ لو اهدل الكيبورد كذا واقفه كان يمكن اسهل اخلص الجيم. ما يمديني لأصل سبيس بس ما يمديني احرك يمين يسار. كان في لعبه بيرد بس يا ثانك يو بيرد. اجين محاوله جيده يونيك للجيم. ما اعرف كيف اضفيه. مشكلة الجيم مجددا البيسينج. اول دور اوكي، ثاني دور اوكي، ثالث دور اخيرا غير انا جاي بعلق الى كل الادوار نفس الشيء انه اتحرك افقيا. It's the same game يعني. بس الجيم الثالث غير الاسلوب شوي صار افقي بدل ما يكون عمودي. اول نوعين عمودي سوري التجاوز. بس ما رحنا بعيد يعني. فكأن اللعبة ممطوطة خصيصا اخر دور. ريلي 15 ايتم والايتم سرعة البرق والطيور بسرعة البرق والايتم سهولة تتجاوزها. ف اتس بورينج لانه ما غير الاسلوب. ما غيرت الاسلوب بكثرة واللاعب ما عنده شيء غير انه يتجاوز. وفي النهاية يصير ريلي 15 ايتم هنا 15 ايتم هنا 15 ايتم هنا. It's a little bit boring. بس الرسومات ابداع والله. رسومات اسلوب فريد من نوعه. ما شفت العاب كثير برسم لو بوليجون زي بالشكل ده. بس تحتاج شوي تنويع اكثر يعني. التحكم smooth enough good enough. لو تبي توصل اللعبة الله اعلم كيف توصل اللعبة بهالنوع ده. انا ما انكر ما اكون كاذب يعني. معظم الالعاب ما تكون full fledged وما تكون ميني جيمز. قليلين الميني جيمز عادة تربط اي زي واريو وير او بارتي جيمز يعملون ميني جيمز
بشكل جيد، بس كاندي ديفلوبرز ما اشوف كثير يحاول يعمل العاب ميني جيمز. عادة هنا بيعمل العاب بلاتفورمينج ساند بوكس الايام دي، في كل مكان ساند بوكس سيرفايفنج، لان ما تحتاج ماب ديزاين بكثرة او تفكير ميكانيك بكثرة زي ما في الالعاب زي كده. البيسنج المشكلة مجددا في البيسنج اللعبة، يعني انترستنج انترستنج انترستنج، تهبط الطيارة مت من الطفش وانا فاقد مرحلة، ينبالي جمع 45 ايتم والايتم قاعد تمر عليه بسرعة البرق. So yeah find a solution for that and good job. Next game. وأفضل شيء إنه كانت فكرة يونيك، ما إن يعني نفس الكلام واسم اللعبة البداية هي النهاية أو النهاية البداية. أو لحظة شوف حل البداية موجود في ده، في النهاية تشوف البداية نفس الباب. يعني 90% من الألعاب نفس الفكرة. أنا يعني الثيم من تفاحة إلى غصن إلى شجرة إلى تفاحة، يعني there's an attempt, there's a nobility attempt. يعني لايف لوب عبد الله صالح، كيف استخدمت سقر الموضوع؟ بداية نهاية كل مرحلة مرتبطة بعنوان الموضوع، كل مرحلة تنتهي وتبدأ مرحلة جديدة تمثل مرحلة من مراحل حياة الإنسان أو الإنساس، نهاية ملتوية لها علاقة بالموضوع. فنجرب لعبة عبد الله صالح لايف لوب. Let's go on the life loop. التاتاتوب ألعاب قليلة تعمل آيكون للألعاب الحقة. This is a plus. Please go to the main menu. Thank you. Main menu. اختار اللعبة immediate. ما في bullshit. اللهم لو في خيار للmusical sound that will be perfect. حبة exit. Does it work? Thank you Lord. It works. Okay. Good. خلينا نجرب. كلم حلبية أو سمبوسة أو فطائر. جوعان من زمان ما اكلت. جوعت يا اكلتي من الصبح حدود 12 ساعة، مو لا جوعان اكشلي اكثر من 12 ساعة بشوي. Yeah I need to eat after this. وبعدني ما اشتغل لليوم. كيف تحكم من جديد قلت لي؟ it is one of these games. Oh no. الجسم ده عبارة عن هو مصدر للجاذبية. You have grown up. Let's take a look. I will grow up. بنفهم شخصية بعد شوي. ما أقدر أدف له. Okay. التحكم يتغير على حسب اتجاهك. هذا الجيمك تبع الجيم. اوكي. ضاف شيء جديد. طريق للموت. او انك تحبس نفسك. ما في طريقة تعمل سكيب. ولما تطيح تنحبسي. You have failed me. عبد الله صالح. You have failed me. وين التحكم؟ Q W S
F1, escape, delete, insert, enter, shift. Nothing. No restart. No problem. No problem. 3 أيام صعب إن تلقط كل المشاكل. أي دور إحنا كنا زين. فتحتاج main menu. لو تضغط escape main menu. Reset. Go to main menu. Exit the game. وفي exit في الجيم في main menu. فما تحتاج حتى return to menu إذا أورد exit من الجيم هنا. يحتاج return to menu. ويصير لو الدور رفع ضغط لدرجة إني أبى أشوف دور ثاني. هل بتحرمني من التجربة يعني؟ ولا بتخليني أطفي الجيم كل مرة؟ فاني يعني سهولة الوصول أو الزر إنك تعمل ريسات زي إن الزر إنك تموت يعني. بعض أحيانا لما نط ما ينط لازم تكون مو في الحافة. فاني بعد يمبالي شوي بولش في التحكم. أنا عمل نظام نظام تحكم في المحرك وكان أكثر شيء متعب لعمل لعبة بلاتفورم بسيطة في المحرك حقي. وأكشلي هو اللي خلاني أوقف أصلاً أحاول أعمل أكشن بلاتفورم كأول لعبة لأن شفت إنه مستحيل أطوي جميع المشاكل في البلاتفورمر بالمحرك الكود. والنظام السكريبت عندي كان متدني يعني كان عندي مشاكل كثيرة فيه. فأنا أعرف أيقظ صعوبة انك تعمل نظام تحكم سلس وشغال. ابدا لا تاخذ الشيء بالامر سهل لان العاب واجد الناس مدحها وتلعبها في تحكم كويس مو معناها ان عمل تحكمك كويس شيء سهل. فانا اتفهم الوضع هذا. فالتحكم يبالي شوي تعديل تعديلات على يمين يسار شيء متعب يبالي اختبار 70,000,000,000 مرة اعرف الشيء. بس تحسين اللعبة you need to do that. زين ما اخذ احتياطك لما اللاعب يوصل للجانب الثاني يتوقفه. How did you made your engine باستخدام مونو جيم وسي شارب. المونو جيم عبارة عن library framework تكملة الى XNA. كنت على حسب تطويري اله كنت بعيد عدة انظمة وبنتقل من version 3 الى version 4. بس من قبل شهرين صارت عندي امور واجد بهدلة صحية ومشاكل اخرى خاصة وخلتني اتوقف. فقلت خليني احاول اني اشهر نفسي في ديسكورد وفي تويتر whatever بعدين ارجع للمحرك. لان للأسف المحرك تحتاج مساعدة رسامين ما قدرت احصل مساعدة من رسامين ما انا معروف يعني. فقلنا خلينا نوزع خبرتنا للشباب اللي يعملون جيمز ونشوف. I have tried Mono Game before. It is a nice framework, very nice framework. بس يبقى له شغل كثير. يبقى لك أنت اللي تقوم بنظام الديالوج، أنت اللي تقوم بنظام القوي، أنت اللي تقوم بنظام التحكم، أنت تقوم بنظام السكريبت، كل شيء كل شيء كل شيء. الحفظ الخريطة يعني الانكريبشن، everything you need to do it. عندي فيديوهات توضح بعض الأنظمة. وسويت فيديو طويل عن نظام الجيم فايل. رايكم يبالي افوز الدور بالعكس بس ما يمدينا انط فوق. وكان المفروض اخلص قسم ال ريفاكتورينج تبع الماب اديتينج وباقي كم الشغلة واخلص يعني واشتغل على الفيديو الطويل حقها. قاعد كان على المحرك حقي بدل ما كان على الجيمز. سوري about that. خليني اركز على الجيم. عندي كلام كثير في فيديوهات القديمة حقي في القناة هذه اذا تتابع الفيديو على اليوتيوب. اي في ميكانيك جديد للجيم. E to change player. Okay. I think building a game engine from scratch is better than using general purpose like يعتمد. إذا تبي أنت تطلع games متوسطة حجم والoptimization ما عندك مشكلة
It's much better to make a game بالإنجن. بعضهم يستخدمون الإنجنز يونيتيز للبروتوتايبينج. يعني اللعبة الجد يستخدمون مونو جيم أو سي شارب أو حتى بالدايركت إكس إتش إل إس إل مباشرة، يعني يعملون بايب لاين بنفسهم، كل شيء بنفسهم. ما أقدر أقول والله اليونيتي مش زين، ما زال الاستخدامات، المشكلة سوء الاستخدام اليونيتي هو اللي يجيب المرض. يعني لما تستخدم اليونيتي بأمور سطحية جدا اوكي. I had enough of this game. New mechanic, a lot of puzzles, unique thinking. ذكرني بلعبة فيز يوم طلعت، عملت منظور جديد وتفكير جديد، فشغل more than A plus. يعني تطبيق ثيم، تحكم ممتاز، ميكانيك ممتازة. حسان الهاني شوي عن الجيم، سوري بتذكر عن الانجن، والله بدي اسولف عن الانجن حقي بس ابي اركز هنا على الجيم السبع دولار. الزنقة almost done. اربع games and I'm free. I'm freaking free after four games. الرسومات ممتازة، الموسيقى ممتازة، ما تمل منها بسهولة. يعني في موسيقى تسمعها طي 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 عضو تدوع على حبة الميوت اسعى ما يمكن. يعني هذا الشيء ما شفته. يعني مهما كان حلاوة الموسيقى، اذا كانت الموسيقى memorable بقوة لان عدد نوتات قليلة تصير مزعجة لما تطول. بس الموسيقى الحديثة ما فيها المشكلة دي. يعني it's perfect. It's perfectly fit. ميكانيك ممتاز. I cannot give advices. المفروض هذا عبد الله صالح يجي يعطيني advices كيف عمل game، كيف عمل محاكم، لأنه شغلي زبالة. Minimalist, perfect, unique. تبع الثيم. Everything is fine. I cannot say bad things about it. كيف توصل اللعبة؟ I believe it's already big enough. ضيف راحل زيادة. You can sell it for $1, $2. إذا كان ما نامي ثمان مراحل، أعتقد ثمان مراحل ولا، وتبي تبيح أتوقع أن تكون مثلا حدود 12-18 مرحلة وأكثر. ولو خصيصا لو تخلي نوع من الشالنجز، إذا عملت شالنج بشكل معين تفتح دوار سرية، that will be a full fledged indie game. You need just إذا هذه انجزت في 3 أيام، أتوقع في خلال شهر تقدر تعمل indie game وتبيعها. It can work. It can work. Way to go. Live Loops by عبد الله صالح. أنصحكم أحلى من الألعاب جابوها. والله ألعاب قواد جميلة جربتها في زنقة اليوم هذا. سو اليوم هذا اليومين هذي. اي والله انا الفيديو السابق عملته قبل كم ساعة. Next game Link. لحظة نوع مختلف من Link. عبد الله السعيد او السعيد، اعتقد السعيد او راكي ابدو. توصيل اشكال بشكل يجعل كل بداية تتصل بالنهاية. Let's take a look on the game page. Link Pieces. لعبة زي العبد الله السعيد. من أول المدرسين الجافة اللي درسوني بجامعة البترول كان اسمه سعيد السعيد. كان بدي أنا أدرس عند واحد اسمه باديوشا بس مشى قبل ما يمديني أدخل. Anyway. وش دخل القصة بدي بدي. Next help. Full screen. وين full screen؟ خليني أشوف الهلب. Again by عبد الله السعيد. For game Zanga 220. How to play. Make a loop with pieces connected from an anchor. You can skip levels with enter keys. Ta-da! It's a puzzle game. Yay! I love puzzles. Puzzle? Puzzle game. Yay! استخدام نوتات موسيقية لعمل جول اللعبة. شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. اشياء اشوفها في الشركات المحترمة. يعني اوكي ناو صار تبي كم بازل. هاي
Now it's start to become a puzzle. Anyway. Ta-da! Unique idea. اختيار موفق للأصوات. I don't know. Already I'm happy with it. I'm already happy with it. I can play this. I definitely can play this. Too long. ذكرني بلعبة بناء على الناس القديمة بس هيك تبني طابور مختلفة يعني ما هي تبني مباني مشهورة بس ما ليش تذكرته تعرف كيف ممكن تعقد لعبة زي كده أكثر؟ It's already good enough. It's already good enough. لو تعمل مفاتيح فتحات مختلفة مثلا بعض المثلثات بعض الدوائر بعض المربعات That will be more complicated. أو تحط نظام نقاط على حسب كم زاوية عملت للشكل. ما أدري إذا يمديك تحلل الغاز بأكثر شكل مختلف ولا لا. This one is interesting. لو ايش يصير لو اشيل ده هنا. ايش يصير احس اني قريب من الحل really what did I miss ما اعتقد This is really fun. I'm sorry, but this is really fun. Let me see. I'm almost there, but ما أدري شو الخلل على عملنا. هل بعض القطع أطول من بعض القطع؟ هل نقدر نفك الموضوع الحل الموضوع بشكل رياضي مثلا؟ أنا في الرياضيات خوك بس الرياضيين يقدروا يطلعون حلول من تحت الأرض الأمور زي دي على الزوايا على المضلعات يقدروا يطلعوا حلول ما تتخيلها أصلا تندهش من قدرتهم الرياضية أنا حاليا قاعد أسوي الأمور عشوائية وأشوف إذا ممكن إني أبدل قطعة بقطعة يعني هذي الحل حقي بس اللي قاعد اسويه بروتال فورس ما قاعد اسوي تحليل رياضي لو هم بعمل تحليل رياضي يبالي افهم الرياضيات اكثر عشان اقدر احل مشاكل بالصوره دي اللي قاعد اسوي بروت فورس الحل but I love it this is one kind of the games that I will play in my free time definitely المشكلة ما أحب أسجل روحي زي كده وما حد يحب يسجل روحي زي كده لأن الجميع بيقول أوه أنا أعرف الحل وأنت غبي لأن ما تقدر حليت أسرع مني I'm like yeah really okay good for you I mean who cares I'm playing and I'm having fun this is what's matter فما أحب أعمل ستريم للألعاب زي كده لأن أخذ طول وقتي وأحيانا يعني أفكر أفكار شاطحة بعد يعني الحين مصر إني أفكر في الحل بشكل رياضي
لو احل المشكله بحق رياضي ما ادري كيف، يعني مثلا لو اجمع عدد ال عرض الطول جيسس بعدد ال 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 الطول بالعرض والطول بالعمودي، لو اجمعهم احاول اعمل لهم سبتراكشن، يعني مثلا وش اطول شكل ممكن اعمله طوليا، واحسبهم اربعة اربعة. لو تلاحظوا في طول اكثر ما هو بالعرض، اعتقد لان العرض في قطعة قطعتين ثلاثة اربعة خمسة، تقريبا خمسة ونص، بس بالطول واحد اثنين ثلاثة اربعة تقريبا خمسة. لا والله شكل اقرب بشكل مربع. كمان كيف يعني شكلين زي كده وشكل واحد بس بالجهة الثانية؟ What did I do wrong? Come on, you can solve it. Come on, think. انه الشكل اقرب للمربع من يكون مستطيل. shouldn't be like this. فما في زوايا واجد هنا، ما انا غلطان، بس الكارثة اللي ما نعرف اوصلها. ان الشكل ده ما نعرف اركبه لو كلامي صحيح. I don't know. I'm stumble. I will play more. واتمنى ان في الغاز اكثر. I love it. اقدر احاول امسك ورقة وقلم احاول اقول والله المثلث 180 درجة، المربع عبارة عن مثلثين 360 درجة، وابدا اخطط زي كده، بس I don't think this will be smart لان ما عندنا مربعات، هنا عندنا مضلعات بس ما عندنا مثلثات، فصعب اني احسب زوايا بغير التسعينية، والاشكال دي ما هي regular، فما اقدر احسب جماع ما من زي ما قلت لكم. انا عندي شوي هواي في الرياضيات بس ما انا خبير رياضيات، ما اقدر اخطط رياضيا للحال كذا، بس الامور دي تثير اهتمامي كثير. I will play this more definitely. But next game very beautiful. انا ما ادري عبد الله السعيد انت كيف عملت الغاز، هل عملت اشكال مضلعه بعدين قسمتهم وعملت اللغز؟ This will be easy to make a lot of puzzles. أو إن عملت بتفكير إن ممكن بعض الأشكال تنحل بأكثر من شكل. الله أعلم كيف عملت الغاز، but 1000 block plus. ما أقدر أصير زي العبقري السونيك بلوكس اللي عمل سونيك بلوكس، وين اللي عمل سونيك بلوكس؟ ديث بلوكس. ما قدرت أجيب بلس وبلوك في نفس اللحظة. Link. Definitely play this game more. Actually, بأخذ الصفحة هنا وبلعبها بعد ما أخلص الستريم. I wanna solve that. Next game. The Curse of the Wizard من أبو
حمد او ابو حمد. اوكي هل في صفحه للجيم؟ Let's take a look. المفتاح كان شفته من قبل شوي. يب في لعبة سالم. سالم نفس المفتاح بس معكوس. A 5-minute game for fun. Easy to learn but very hard to play. هذي ضليت 30 ساعة علق عليه في الفيديو السابق للجيم جام. لأي واحد حضر شاهد الفيديو ال 12 ساعة طوله فيديو وين actually 9 ساعات 3 ساعات وشافني اتحطم عن هالجملة دي انا اعتذر سابقا وحاليا. HTML5 let's give it a try ابو حمد. Let's give it a try. Okay, الكاميرا ما تغطى على الشاشة. في full screen please. Thank you. انزين شيء جميل ان التحكم من الفنتين دبل وازد والاسهم. شوي ظلم الجيم بس لعبت العب ظلم اكثر من كده. You were a bad person who couldn't control himself. You were selfish, arrogant and green. Arrogant and arrogant. ليش الارغنت مرتين؟ خلينا نعيد التايمر. Therefore an evil wizard put you in a game. شخصية الجيم تبع الاكس مان على غفلة. To learn to control yourself and your nerve not once but twice by tying you with a rope to a copy of yourself in another color. Use a space to switch player. You are tied Sonic 3 على غفلة. By rope with yourself you cannot get far from your copy. تعاونوا على البر والتقوى. لعب الحبل. If you can collect all the keys from all the rooms to get out of the without dying in the lava, the wizard will give you a second chance to start over and fix everything. You cannot fix everything. What you've done has been done. Move this way to the door. Dum bi dum bi dum bi dum bi dum. Can you get control of duty? Door. Zero. La, I'm about shading. After editing the ending the wizard game, the wizard will give you a chance to start from the beginning to make a better life. Thank you for playing The Curse of the Wizard by Ahmed Nihad. Nihad? كان قريت اسم مختلف بس انا ذاكرتي تحت الصفر. Can I go back? Can I play the game? Am I trapped forever? Iman, I'm trapped forever. Nope, I'll go. Good, thank you. Oh, in Berlin, she couldn't show it out. Figured. واحدة من الألعاب دي اللي يرتفع الضغط فيها بسهولة. بحيث إن لازم يجبرك إن تتحكم بشخصيتين وتحرص عليهم إن ما يموتوا اثنينهم وفي نفس الوقت. الحبل هل يمديني أمر على الأوبجيكتس؟ الحمد لله يعني اللعبة أسهل ما تخيل. توقعت الحبل يعلق بعد. إن أفخاخ تتحرك أفخاخ ما تقدر تتابع شخصيتك. شيء يجبرك إنك تتحرك. يا كل انواع اللي ترفع ضغط بسهوله. بيرفكت بيرفكت. احلى من الالعاب اللي اسجل اسمها على جنب عشان لا اجربها من جديد بالغلط وتجيني جلطه ولا سكته دماغيه ولا سكته قلبيه. Anyway I'm not saying it's a bad game but I'm saying it's not for me. ما اقدر اتحك الالعاب اللي تبي اتنشن بسرعه عاده يعني يرتفع. كيف ما مت؟ انا احاول اقتل واحد منهم. Wow. Oh, that's an ugly truth. لما تموت ترجع البداية. بداية البداية. شاك بعد تصفط الجيم وتحطه في الشريط وترجع المتجر بعد. زي نكتة بعض الناس. Oh boy, it's one try. Death. Oh ho. ما المفروض اقول كلمات بحرف البي ولا بحرف الاف.
But I can go to the dungeon, Pete. You have a cruel life. You need to start over. Oh, alhamdulillah, في بيبان هنا. Okay, okay. أسهل تصليح ممكن تخيله إن تعمل فلاج في الكود لما توصل للمحالة وتموت رجع الشخصية هنا لا ترجع هناك. هذه أسهل حل يعني للكارثة هنا وتعطيه الستيت إنه يرجع بالأوبجكت ثلاثتهم يرجع باللاعبين ويرجع بالحبل يعني ما ترجعه لحاله بدون حبل. فهذه أسهل حل للموضوع. أما إني كل مرة أموت بالخطأ أو أموت بتعمد لأني قاعد أختبر اللعبة لأني حسيت إني لمست الأشواك وما مت فقلت خلني أختبر الكولوجين وأرجع للبناية اللي للبتي بي 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 اللي للبتي عشان شوف الجيم إني يمديك تلعبها بيد واحدة. ترى فكرت دول تموت فيهم ودست عليهم الغلط ويمكن تموت فيهم بعد خلني ما نجرب واجد. ييو I'm dead. Okay. وين المفاتيح؟ اوه ترى عندي نظام قلوب. اوكي I've seen enough I guess بس نقدر نحاول دول الاخير من جديد. But I feel I've seen enough. Actually انتهى الوقت بس one try. One try. اللي ناقص الجيم ممكن الميوزك. صوت اللافا is like yeah. ويمكن مفروض تصير مصمم لنينتندو عشان تلعب الجاجز حقهم وتسوي التحكم جيمك بالكنترولر الغريب اللي طلعوك الجيل وتصير ابداع بعدين. يعني يمديك تعمل انواع من التحكم زي كذا. او I said one try. Not bad. Unique ID. عنوان واضحة. Puzzles. ما تحبس نفسك. تخطيط. مشكلتين يمكن انه ما في main menu بس لانه براوزر مي مشكلة. ايوه التحكم علق لانه لعبة براوزر. تموت في العاب البراوزر زي كذا. اكبر مشكله اشوفها لما تموت ما ترجع عند البيبان ترجع back to the beginning after that's the only thing يعني اللي احس ان هذا الشيء ممكن يتعدل بسرعه. maybe it need more gimmicks يعني لو تحاول تعملها full fledged game وش تحتاج تسوي؟ ممكن زر يقلب بينهم ممكن في باورز اب ممكن في ارضية دوسة ينعكس بين الاثنين يمكن واحد منهم يفتح بيبان واحد منهم يقدر يكسر جدران ممكن في ايتمز ممكن في تاكتكس هنا على حسب ابداعك تقدر يعني تلعب دور ان كل شخصية لها معنى جي جميل ان خليت شخصيات تصطدم بعض فتعمل لك زي العائق انك تفكر كيف انه تعبر بس ايه هذا العاق تقدر تطور تقدر تحط دايمنشن جديد. لو الشخصية الف تقدر تعمل عملية واحد واثنين وثلاثة والشخصية ب تقدر تعمل عملية اثنين وثلاثة واربعة او بعض العمليات تقدر اثنين يسووها بس واحد متخصص شيء وثاني متخصص شيء او حتى ايتم تقدر هذا تقدر تمسك واحد منهم تقدر تمسك بك اكس واحد منهم تقدر تمسك شمعة وهذا يقدر يولع شموع هذا تقدر تمسكه يكسر جدران على حسب الايتم. ف تخلط القدرات مع الايتمز تقدر هنا يعني بحر من الابداع كل ادوار في لافا يتحرك ده صعب فك نفسه يعني which is not bad بس اذا تبى تعمل full fledged game تحتاج تنويع
نفس الفكرة الواحد يطخ، خصيصا الألعاب وقت يعني أكثر ما هي بازل، ممكن تقدر تخليهم يحبسوا بعض يعني وتقلبها لعبة بازل أصلا بدال لعبة ما أدري يسموهم الألعاب زي كذا بلاتفورمر، هي مي بلاتفورمر بس زي ما قلت يونيك which is تربل بلس very ما أدري أحط نظام تقييم زي الناس بينما كل مرة ألف كلمة جديدة. ف I like the effort. التحكم wasn't bad. النقطة الوحيدة اللي رفع الضغط إني كل ما أموت أرجع البداية، لو ما أرجع البداية كان حاولت زيادة. A lot of potential this game. A lot of unbelievable potential. كيف تعمل puzzles حتى إن تقلب اللعبة puzzles أكثر ما هي action. وتقدر تخلط بين الاثنين يعني puzzles سريع وخفيف على إن اللعبة قاعد يتحرك. So good luck with that. إذا عملت أي تطويرات جديدة I will be happy to see what you've done with the game. Two games and then I can start working. الوقت already 9 شوي. Reverse Race. Oh boy. Not good to Ready Player One. Not good to Ready Player One. Please. Not Ready Player One. Anyway. ناس واجد معجبين في فيلم Ready Player One. حاولت اتابع، تابعت الكل على فكرة، حاولت اعطيه فرصة بالعربي. انا من التريلر حسيت ان الفيلم بيجيب لي البؤس، بس اعطيته فرصة and I didn't like it. But anyway the reverse race اول شيء جفالي yeah ready player one. Oh boy. على كل حال قانوني في الحياة اعطي كل انسان فرصة، لا تاخذ خبرتك وتسحب على الواحد بدون ما تعطيه فرصة. فالماجد اي نعطيك فرصة reverse race. وثانيا في ناس واجد تعجبهم اشياء انا ما تعجبني، انا يعجبني ستاتريك، اخواني ماتوا من الملل يوم حاولت اخليهم يشاهدون ستاتريك، هم يحبون هاري بوتر انا جاني وريك اند مورتي، انا جاني غثيان يوم حاولت اشاهد ريك اند مورتي وياهم. فكل احد يعني ومزاجه يعني. فكرتي كانت ان اعكس اي لعبة بسيطة عشان اوكب الموضوع، وضفت كم شيء مثل رجوع try new things definitely. جيم زنقة ما عندك طول الحياة انك تعمل ديزاين للجيمز، ينبالك ترتب وقتك كيف تعمل ديزاين وتطبق افكار وتشوف ايش اللي يشتغل وايش ما يشتغل في نفس الثلاث ايام دي. سو اتس هارد ديفينتلي اتس هارد. ويب جي يلا اوكي شكله في فيزك سامحين. Oh boy, braid plus plus or braid minus minus. Ha ha ha. And I'm not doing shit. Braid لعبة اندي. كانت فكرت ان انت قاعد تلعب اللعبة كلها بالعكس، وإذا كنت تفكر ان القصة يعني من منظور حقك فهذه braid plus plus. وشوي بدي يرفع ضغطي شوي مو واجد. Is that it? على قولة شرف المحاولة he attempt to do a new thing but أعتقد نفس المرحلة. Doesn't make sense. لأن لو الشغلة بالعكس maybe that's the puzzle. المفروض أجي هنا أول بعدين أرجع أروس، لأن المفروض النهاية تكون أول شيء بس أنت بعد وقفت عند خط قبل النهاية so it doesn't make sense. ما قدرت حتى اقلب السيارة، كنت متعمد ابي اقلب السيارة بس ما قدرت. Am I doing something wrong؟ خليني اصابط شوي.
لا لا لا، وقف 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 وقف. أي نبدأ؟ Come on. You can do it. أراوي المدينة 64. الله على الجمس يا وارد الستين. نوب. Well, ما حاول أعمل لعبة. I don't know. It's an attempt. It's a prototype. بس التحكم كي أوكي. الميوزك أوكي. الميوزك أوكي. ما في ميوزك. صوت الإفكت أوكي. الدايمنشن تبع السيارة مقارن بالجدار قدامي It's look really totally off. But no problem. خلفية أوكي. بس ما في جيم بلاي. يعني what's the trick? What's مهي محاولة. وزي انك جربته ويعني بعض الاحيان تحتاج هذا. الحين حسان اردي دك موضوع ان المونو جيم تعطيك كنترول، هذا السبب اللي خلاني احاول اعمل محرك الخاص حقي وما زلت بعمله. No worries. This is just يعني temporary breakdown. Temporary break. بس ما جاء للتطفيل حقه. عشان فول كنترول. فذلك الناس لما عندهم فكرة ويبغوا يشوفون هل ممكن يطوروا ولا لا، يرجعون للجيم انجنز المشهورين يعملوا البروتوتايب بعدين يشوفوا. اوكي الحين شفنا الجيم بلاي وشفنا الدايمنشن وشفنا الاحكام الحركة. وات كان وي دو مور؟ اذا الفكرة اصلقت انهم ما يقدروا يعملوا مور، دي سكراتش ات بدل ما يضيعوا تصميم 3 اشهر. وفي النهاية الفكرة الكور ميكانيك ما يزبط. They scratch it in 1 week or 3 days and they start over. أسهل لهم إن يحاولون يطبقوه بالهارد كود وبعدين يكتشفوا إن كل المشروع ما له داعي وضيع 3 أشهر أو 6 أشهر، ولأن الكور ميكانيك تعبان. فإن الكور ميكانيك هذا، لو أنا عملت كور ميكانيك بالناحية دي وشفت إن الجيم بلاي فقط كذا، I'll stop because I have no idea how to make it interesting. I have no idea كيف أخلي اللعبة تكون لعبة اصلا. ممكن لو عندنا اكثر من لين ممكن تقدر تتفلسف تسوي، تعرف ايش معنى اللين في الشارع السباق، في اكثر من خط. بس كده nothing. It's nothing. So next game I guess. I talked enough I guess. I'm sorry I guess. This is disappointing, I guess. Imagine day, it's a good prototype, but I have no idea how to advise you what to do next. If I were you, I would scratch this and start over it, to be honest. And maybe that's the best advice. Fail faster. اعمل أسرع ما يمكن الكور ميكانيك اللي اقترحته وفكرت فيه. Didn't work? Fail faster. Scratch it. Start over. Do something else. فأعتقد دي actually أفضل نصيحة. ممكن اقدمها لما سنوي. Is that you Snowy? Oh come on Snowy. Please tell me you are a different Snowy. Snowy موجود في سعودي جي بي. ولعبتك كانت عبقرية من السنة 19 اللي ربحت في المسابقة. A brilliant programmer but have issues with sleep just like me I guess. بس ما ادري اذا هو نفس سنوي ولا لا، ذاك نقطة سنوي ده اسم مختلف. So let's take a look. He will let me know لما اروح سولي جي بي ديسكورد اشوف. Virtual Lab by SS. خليني نشوف الصفحة. Control. AWAS. Left mouse to shoot. Space to jump. وفي واحد بعد عمل لعبة شوتر وبوليجون بس ما كان سنوي. سعودي جي بي وسلم اللعبة وكان في خلل في الطلق. كيف استخدمت سخف موضوع الزنقة في لعبتك زي ما الناس تستخدم؟ Are you making a sarcastic comment in your own game description? What's going on? ما عندكم اي احترام للكونتست يا جماعة. كونتكست المفروض الناس يحضرون المسابقات وانهم يعني good faith للموضوع. Virtual lab. Let's take a look.
I'd consider the next worst to I didn't try to apply your conditions to the contest. لا تقول لي بلد VCR. وشو ده Virtual Lab in VL. يكون ال نطاق الرؤية ما أدري يسمونه. FVL. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. What's going on? Oh God. 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 Okay. Need it. ايش المسدس ما يدخل المكان اللي قاعد اشوف فيه؟ اوكي ريسيت انتر ار اسكيب ماوس اوه البداية ليست النهاية اوكي النهاية ليست البداية البداية ليست النهاية وما ادري الحين ده جلتش ولا مكانك تبع الجيمتر لأنه ما يمديني أحتله أعتقد الميكانيك تبع الجيم هل الميكانيك إنه ما تقدر تصوب في مكان تحدد فيه بعد؟ anyway عمل لعبة First Person Shooter is hard مؤخرا عمل تقييم لواحد عمل First Person Shooter طول فيها وزعل تقييمي شوي لأنه قلت لرأي الصريح ترى عمل First Person Shooter You're not triple A عشان تقدر تعمل action وكذا مهما تعبت على الإضاءة وتعبت على كل شيء To make it really work First Person Shooter الأفضل تستخدم Unreal إذا بتستخدم Unity you will suffer على الأقل هذا خبرتي أنا ما استخدم حركات جربت استخدم حركات في 2013 أو 2012 لا والله 2012 في ذاك الوقت Unreal كان معادل لليونيتي كان في تحدي كبير بينهم وانريل نوبا يصير افضل نوبا يونيتي افضل بس بعدها خلاص بعدين طلع هيرو انجن بعد وقالوا ان هذا افضل واحد وكان هيرو انجن فيه مشكلة في الاونرشيب او سمثينج اختفى من الجدول I don't know what to do ما قاعد اعمل اوه يعني لو اضغط على واحد اقدر ادفهم اقدر اخليهم يعملوا دانس 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 Dance Revolution, Dance Dance, exit from the game. I'm going to hide here because I can't even play. Which file of the game is the one to get to play? Ayo, the mouse locked. صفحة فلازم نعمل حيل رياضية وحيل برمجية وحيل ويندوية وحيل Control Alt Delete. يعجبك لما ينتبهوا لك Dance, my man. Dance on the floor. ما أعرف إيش لما يجي. ولا دي do the flop ولا ما أدري إيش كانوا يقولون في 2010. لا قاعد يطلق I'm sorry dude but I don't care I'm sorry أدوني آخر لعبة أنت فأنت أخذت الشورت رو أو الخط الصبر عقي خلص أكيد أنا من الناس اللي كنت أحب الفيرست بيرسون شوتر كثير. لعب وولفنستاين، لعب دوم، لعب دوك نوكم 1 2 3 لعبت كويك، لعبت كويك 2 رايز اوف ذا ترايل
لعبة فضائيين كانت تخوفني. لعبة كانت الشيء صابون من فيندنج ماشين وكاوبويز وحمامات سباحة. لعبة قديمة لعبت العاب واجد في سبيس شوتر ايام زمان. وعادة الفيرس بس شوتر من ايام زمان يستخدمون محركات خاصة لعمل العاب فيرس بس شوتر. ويونيتي مش مصمم خاص الفيرس بس شوتر, مصمم لعمل العاب جنرال فريدي. ف الجيم بلاي ابدا مش ممتع, الكولوجن ويرد, الرصاص بعض الاحيان يطلع الدم بدون سبب. هل قاعد يصنم رصاص في الجثة على الارض؟ الرصاص مش انا راحة المسدس احسن مزاج اليوم يعني. المشاكل فيها لا يعجل لا تحصل. ليه؟ لان عمل فيرست بيرسون شوتر على يونيتي is not that smooth. You need a lot of effort to make it work. فلو تستخدم كاي انجن, لو تستخدم انريل انجن, لو تستخدم دوم انجن, لو تستخدم بيلد انجن تبع دوك نوكم, ابرك لك من رأيي انك تستخدم انريل, اقصد اليونيتي, الا اذا عندك الطاقة ان تعمل كل ادجستمنت الموضوع. خبرة تجريب جيدة, واتوقع اليونيتي تقدر تعطيك مور اوبن كنترول لل من انريل, لان الانريل مصممة للفيرست بيرسون شوتر. فلو تبي تعمل شيء زي السيستم شوك, ما عندي اي مثال حديث لان انا وجهي ما عندي امثلة حديثة, اتوقع الافضل تستخدم يونيتي. لو تبي تعمل شيء مرة يونيك, لأن أنريل ألعاب أنريل أحس المبتدئين بتكون نفس مشكلة يونيتي, بتكون نفس الطعم معظمهم. ولا تفهمني غلط, أنا ما قاعد استصغر عمل اللعبة دي. أنا أعرف أي قد كمية ضخامة الوقت اللي استهلكته لبناء الشيء ده الصغير ده, الغرفتين دي, ويمكن في عدة غرف في الثلاث أيام دي. في ناس حاولوا واجي يعملوا غرفة واحدة في الفيرست بيرسون شوتر يونيتي وما قدروا في ثلاث ايام. اكشلي كان الباب ما كنت منتبه لان الشاشة ما قبل ما عندي. جيم اند الت 4 yeah, please don't do L4. Please make a menu. Do it. يعني كان في ميكانيك انك تقدر تحل الناس, بس اول مره ما اشتغل. اول مره تخلي الناس يطيروا, يمكن لازم على الجثة يعني. لا خلينا نطير للابد. I don't know. ما ادري كيف احتليت كم من واحد. يمكن بس في الناس اللي عندهم طاقة درية او I don't know بطارية او بس. اعتقد وصلنا نهاية اللعبة ونهاية الفيديو. فانا اعتذر اذا كان نصيحتي ما تعجب الجميع, اعتذر مجددا, ولكن ما اعتذر الامور دي. انا انسان صريح واحب ان اكون صريح, فاسحب اعتذاري لاني انسان ندل. لحظة لا اوكي again ادروني بطاريتي مخلصة, ما نعرف ايش اقول, ما بطول زيانة. مبروك للجميع اللي سلم لعبة, كان اللعبة ممتازة او غير مكتملة او disappointed. اتمنى الجميع قدر يعمل شيء ويتعلم شيء اهم شيء. اتمنى الجميع حصل له فرصة انه يحاول انه يعمل مشروع, وحتى لو ما قدرت تسلم اللعبة بس دخلت وعندك نية انك تسلم اللعبة هذه, انت عملت شيء كثير ما حاول يعمله. ينبالها التصميم للألعاب, ينبالها ثقة في النفس, ينبالها شجاعة, يبيلها عدم الخوف من الفشل, ينبالها جرأة الكلمة المناسبة. فإذا حاولت تقدم شيء أول مرة وما حاولت أصلا,
قول اول مره ما حاولت اصلا جت لك فرصه وفي جيم جام ما حاولت لانك خفت. المره الثانيه حاول تسوي شيء افضل. حط طموحك عاليه بس حط الاكسبكتيشن يعني من النتائج متوقعة شوي اقل من الطموح نفسه. ابدا بقدر ما استطعت ان تسوي افضل من اخر مره. الدرس ودي اقدمه، انا اعرف انه مو الجميع عنده قدره انه تشوف الناس يقدموا العاب حلوه وعندهم فوق ال 30 سنه، فوق ال 20 سنه، فوق ال 10 سنين، فوق ال 5 سنين، فوق السنتين، فوقي، وانا ما اقدر اسوي زيهم وبتفشل. لا تقارن نفسك مع الاخرين اذا تبي تحسن نفسك، اذا تبي تحسن نفسك جد لا تاخذ الموضوع انا ضد العالم، خذ الموضوع انا مع نفسي، انا بستفيد فانا بقدم افضل ما عندي. اليوم ده ما قدرت بكره بقدم افضل من اليوم السابق. اليوم هذا ما قدرت اقدم اللعبه، ما قدرت اصلا نشاف في الجام، ما عندي طاقه، ما قدرت اتصرف، ما قول عندك طاقه عندك وقت بس خفت. المره الثانيه حاول انك تقدم، حاول انك تصمم، حاول تعطي وقتك. التصميم اخذ يومين واليوم الثالث جبت العيد وكل شيء اخترب وما قدرت اصلا تسوي في الجيم اي شيء. حاول مره ثانيه، تعلم من اخطائك، لا تحط وقت واجب في التصميم. صار اخطاء مختلفه تعلم منها. انا نطيت في اللعبه على طول والكور ميكانيك خربان وانا اصلا ما اعرف كيف اسوي التحكم الشخصيه، ما قدرت اطبق الجيم. مي مشكله، تعلم وقت فراغك، تعلم من اخطائك، قدم من جديد. مو لازم جيم جامز، دخول مسابقات صعب، ادخل وانت عندك ثقه شوي، عندك قدرات، واذا تبي تتعلم وتدخل من الصفر مي مشكله بعد حاول. في ناس تدخل وتبي تفوز او تبي ما حد يتكلم عنها بسوء او يعني ما تقبل النقد وتخاف وتنجرح بسرعه، لا تاخذ الامور بالشكل ده. حاول تاخذه بانه Can I do better؟ هل اقدر احسن من مستواي؟ والشباب ما يقصرون، تكلم معاهم في الديسكورد، تكلم معاهم على الخاص، تكلم معاهم في المنتديات اخرى، تكلم معاهم في تويتر. في الحقيقة التويتر شفت التواصل صعب جدا، اشوفه اسهل في ديسكورد 100 مرة. فيسبوك نفس الشيء، كان في البداية سهل بعدين صار اصعب. فالديسكورد مكان جميل جدا للتعلم، تخف داخل الديسكورد، اسأل الناس، تواصل معاهم، يساعدوك. عضل موفقا وان شاء الله نشوفكم في الزنقة الجاية. Good luck. Yep. Okay.